جيت انا عبط شجره الزيتون من غلافه عبطتها على حضني زي ما احضن ابني، انا زي حضنتها زي ما بكيت احضن ابني هو ما ربيته لما ربيتها. يجوز حوالي 500 زيتونة حميلي، يعني بكت الزيتونة شوالين تسوي. لكن كلعوا الزيتونات ورجعن مثل ما هن وخدمناهن ورجعن مثل ما بكان وزياده اخرى. فشر المستوطنين ولا ياخذوها، ان الارض ان مش لهم، من هان تاتكم الساعه احنا وياهم.